الآن هو حصرياً استديوهات أهم صدفة لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد، ملكة، تخرج، مدح، تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقية، نقد، وكتابة الكلمات العامة والخاصة. جوال 05-555-87-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 00-966-555-87-787. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات. ألف مبروك يا يوسف تباشر وابشر عند ما حد راع الجود سكينة. ألف مبروك يا يوسف تباشر وابشر عند ما حد راع الجود سكينة. قصيده اصعب من المنجان ومن الدر والله من الماس الازرق في براكينة. قصيده اصعب من المنجان ومن الدر والله من الماس الازرق في براكينة. مخلفة بات هادي والمدح فيها اكثر، هدية اختك زينة وبرام ضامينة. اليوم وجهها القصايد باهي المنظر، كان الحفل زاد تلحينا. يوسف صديق المراجل مظهر واخبار، هذا وجه وجينا فالموعد معلنينا. يوسف لو تطلب روحه يقول ابشر، ان كان وافي ومن جملة محبينا. والمدح يخضع خضوع العود المجمر، من فعل يوسف ومن مدة يدنا. الطيب فعل الشوز والندر، ممل والركض في وسع ميادينا. يا ناس نملوا يشوفون الحجر جمر، أهلهم في كتاب المجد تدوينا. من نسل ولد حميض صيتهم تجر، لا ينشدونك مطالق الثنا وينا. تفوق بالشهامة والكرم وعب العنبر، أقوالهم وفعالهم تثبتلهم على النبي جميل المنظر. في حفل يوسف عسى الله يسعد سنينا. تخرج مدح.